السلام عليكم، مرحبا بجماهير كرة القدم التونسية. ديما كما عودناكم الأخبار الجديدة وأي حاجة تحبوا تلقاوها في الرياضة التونسية، أي أخبار تخص الرياضة التونسية تلقاوها معنا بين ريغل سبور، تعمل لابوني وتعمل الجيم وتجيكم الأخبار الكل حول البطولة التونسية والموعد القادم للبطولة التونسية، باش يكون إن شاء الله نهار السبت 13 أفريل 2024 في ملعب حماد العقربي بيرادس على الساعة 5:30 مساء، النادي الإفريقي والملعب التونسي. المقابلة الثانية باش تدور في نفس اليوم في ملعب الطيب المهيري، الكلاسيكو نتاع البطولة بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي، بينما نهار الأحد 14 أفريل نفس الوقت مع 5:30 نتاع العشية باش تكون المقابلة بين الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي، باش تكون مقابلة هامة وهامة جدا لتحديد وجهة البطولة، إما باش تحول لفريق الترجي الرياضي نهائيا وتبعد يبعد على جميع الفرق، أو الاتحاد المنستيري يرجع الروح للبطولة.